مور ريزيستنت ليه؟ للدراينج. مش فاهم مش يعني اهو ده اللي يخليك تستغرب. هات بوطه تحطها في ميه وشيلها كده وانت شايلها انت ايه عماله تخر ميه صح؟ طيب اعصرها عصره خفيفه قوي بايدك. اوه تفقد ميه كتير برضه. طب اعصر تاني. تفقد ميه بس يعني. طب اعصر جامد. كده تفقد ميه شويه. طب بعد ما عصرت بقى وجبت اخرك الفوطه مبلوله ولا ناشفه؟ مبلوله. طب مبلوله. طب هات 10 يعصروا قصادك. مش هتفهم. يبقى اذا في حد معين عنده بيبقى اللوس اوف ووتر اصبح مينيمال. فلما تبقى السبورز اوريدي عندها لو كونتنت اوف ووتر يبقى انت المفروض تبذل فيزيكال فورس عاليه قوي عشان تخليها تثبت ما تبقى ليها من ووتر. يعني الخلايا تقول لك ايه؟ تقول لك دلوقتي هو البروتين ايه اللي بيخليك لما تسخن البروتين يبوظ؟ مليان ميه واول ما تسخنه يحصل له كوكوليشن. فالخلايا اللي اوريدي فقدت معظم البروتينز ومعظم الفلويد اللي فيها، فاضل فيها شويه ميه قليلين. هتقول لك قابلني بقى لو عرفت تخلصه. فانت لازم تسخن تسخين عالي بجهاز هقول اسمه دلوقتي وعن درجه حراره عاليه والضغط عالي عشان تخلصها من شويه الميه القليلين اللي فاضلين دول. يبقى اللو كونتنت اوف ووتر يخلوها مور ريزيستنت. طب وايه كمان يخليها مور ريزيستنت؟ الفيري لو ميتابوليزم. برضه البعض يفتكرها غلط. واحد يقول لك بكتيريا الميتابوليزم بتاعها خلاص مينيمال. طب ده يبقى فاضل عليها زقه ده انا مش عارف لو عملت ايه تموت. بالعكس تعالى البكتيريايه اكتف جدا وعماله تصنع في بروتين واديها انتبيوتيك يكون بيوقف البروتين سنس تلاقيها على طول يحصل لها نوع من الايه؟ انا كنت محتاج الحاجات دي وحرمت منها تتاثر وتموت صح؟ لكن تعالى الميكروب وعندنا المثال ده بكتيريا اسمها تي بي البكتيريا بتاعت الضرر او السل مايكوبكتيريا بتيوبركلوزس ده الاورجانيزم هي ولاد فيريس تو جروور يعني ايه؟ يعني النهارده الواحده يبقوا اثنين بكره زي دلوقتي تاخد 24 ساعه عشان تديفايد فتلاقيها مش بتصنع بروتين كتير فين لما تعمل لها حته بروتين؟ طب دي لو المريض عنده تي بي واديت انت انتيبيوتيك من اللي بيمنع البروتين سنس تخيل الحوار اللي ممكن يتم بين الانتيبيوتيك وبين الاورجانيزم الانتيبيوتيك سلام عليكم وعليكم السلام نتعرض دول انا انتيبيوتيك اومر دول انا داخل امنع البروتين سنس دي واتنيل تتنيل واحنا لاقيين بروتين تعال اقعد كلمه تعال تعال لما اعمل بروتين يبقى امنعه يبقى كل ما البكتيريا تقلل في الميتابوليزم بتاعها وتقلل تصنيع البروتين كل ما يفرقش معاها حاجه على مستوى البني ادمين طفل شقي جدا وعمال يتنطط وشويه تجيبه من فوق الدولاب وشويه تجيبه من فوق السرير مش عارف لما تشخط فيه يحبط ده يمكن يجيله مرض نفسي لكن الطفل هادي بس قاعد كده يعني مش مربع دي قلت له ربع ايدك يعني الطفل في منتهى الاكتيفيتي لما تمنعه من الاكتيفيتي يحبط لكن وهو هادي قول له اللي انت عايزه ما تفرقش معاه هكذا الاسبور السؤال ده سؤال امتحان ودرجات عاليه لان في اربع اسباب يقول لك جيب ريزون فور ذا ريزيستنس اوف ذا سبور السؤال بتاع زميلكم الاسم ايه دكتور؟ دكتور احمد زميلكم سال السؤال ده بقى يعني ايه بقى بتريزيست مين اهي وليه اهو بتريزيست كل الانفيفرابل كونديشن لانها معموله من خامه اسمها كالسيوم وديبيكورينيك اسيد وده بتريزيست ليهم الهيت عندها لو ميتابوليك اكتيفيتي مش فارق معاها حاجه توقف الميتابوليزم لو كونتنت اوف ووتر ما يفرقش معاها حاجه تبخر شويه ما فيش حاجه هتعرف تبخر شويه الميه اللي فاضيه عندها امبرميبيليتي يعني ما فيش حاجه ممكن تنفذ وتخش تؤثر عليها انتبهوا ايها الساده الممتحن مره قال لك كيف ريزن فور يا احمد يا يسري كيف ريزن فور ها ذا ثيرمال ريزيستنس اوف ذا سبورز ففي طالب كتب اربع نقط وهنا بعض الممتحنين ما يجيلكش الفول مره لانك انت قلت النقطه المطلوبه بس ما فهمتش السؤال وكتبت الباقي اللي ملوش لازمه لو قال لك جيب ريزن فور ذا ثيرمال ريزيستنس اوف ذا سبورز يبقى عايز النقطه الاولى بس يعني بس عشان مش تفسرينها مش مطلوبه الثيرمال ريزيستنس اوف ذا سبور سببها النقطه الاولى مين دي
عارفين يا اولاد عشان بقى نتغلب على السبورس بنعمل ايه؟ بنسخنها في جهاز اسمه الاوتوكلاف. الاوتوكلاف ده عامل زي حلة الضغط. الاوتوكلاف عامل زي حلة البريستو. بنحط المادة اللي عايزين نعقمها هو الاوتوكلاف ونسخن في الظروف دي عند 121 درجة. في ايه يا شباب؟ يا رنجر. بنسخن عند 121 لمدة تصل لتلت ساعة تحت 2 ضغط جوي. يعني جوه في بريشر جوه عالي في جهاز اسمه الاوتوكلاف. بينما البكتيريا العادية بتتخدم بيكفينا الغليان لمدة او التسخين عند 60 درجة لمدة 15 دقيقة. أخيرا السبور مورفولوجي دي أحد القواعد اللي هي يعني يسموها القواعد المرعية. إن عندي حاجة اسمها الفورس. الرول بتاع الفورس. الرول بتاع الفورس ده أربع كلمات تبدأ بحرف الإس ممكن يساعدوك في التشخيص. الأربع كلمات دول هما السايت والستينينج والشيب والسايت. السبور لو وقفينا الاربع نقط دول ممكن اعرف اسم الاورجانيزم. من حيث السايت يا ترى السبور متكونه في النص بالظبط بتاع الباسيلس يعني سنترا. واحد يقول لي طب والكوكس؟ اكيد لما اقول لك في نص الباسيلس تقول لي طب ولو كوكس؟ السؤال ده وارد. مفيش ولا كوكاي بتعمل سبور. العيلتين اللي قلنا لك عليهم بيعملوا سبور في الاثنين باسيلار. حتى واحدة منهم اسمها عدة الباسيلس والتانية كونستريا الباسيلاي برضه. فالسبور اللي بتتكون في النص يبقى اسمها سنترال، يا في الطرف خالص يبقى اسمها تيرنال، يا في الموقع بين البنين يبقى اسمها سب تيرنال. هنشوف اشكال ليهم حالا دلوقتي. والاستين السبور زي الكبسول لا تسبق بالصبغات العادية لكنها تسبق بصبغات خاصة اسمها سبور ستين. يبقى لو سببتها بالجرام برضه هتبان ان ستين ستراكشر زي الكبسول كده، بس المره دي مش هتبان اراوند ذا اورجانيزم، مش قوي، هتبان ان ستين ستراكشر انسايد ذا اورجانيزم جوه الباسيلس نفسه. حسب الشيب تبقى اوفال او راوند سبيريكال، وحسب السايد حسب السايز تبقى سمولر زي ذا باسيلس يا لارجر. طب لو لارجر تنفخ الباسيلس زي الصوره دي كده. بصوا كده على ما اتكونت وتكون كورتكس وكود بقت اعرض من الباسيلس يبقى لارجر. يقولوا عليها بالجنج. بالجنج يعني نفخت الباسيلس. في واحده من الاربعه اس دول مش مكتوبين عندكم. سايز ماشي. الفور اس رول ديت تمكنني من التعرف على الاورجانيزم. نقول كمان؟ الاربعه اس هم لا الأربعة اس هما سايد وستين وشيب وسايد. سايد يا سنترال يا تيرمينال يا سب تيرمينال. ستينينج لا تسبق بالجرام تبان اون ستيند ستراكشر. شيب اوفال او راوندد. سايز سمول نقول عليها نون بانشنج او لارج نقول عليها بانشنج. اوريك ازاي بقى بنشخص السايز والسايد والشيب بيكون كاركترستيك للجينس وبيعرفوني اسم الاورجانيزم. واليك اسئله اهو. الأمثلة دي مش علينا أهو. تعال بس نشوف المواقع اللي متأخر. ده باسيلس السبور كده اتكونت سنترال وأوفال وبالجنج مثلا. هنا اتكونت ترنر وبالجنج وأوفال لكن هنا راوند أو سبيريكال وهكذا. عارف المنظر نمرة خمسة دول علينا في العمل هنشوف. باسيلس وبيكون سبور في اخره بتبقى مدوره وتيرمينال وبالجين زي العكس. اهو ده الكوليستيريوم تيتانج. يمكن الكتاب كاتبها لك الرسمه اللي في النص كاتب لك اسم الاورجانيزم. الكوليستيريوم تيتاني اللي بيعمل مرض التيتانس. التيتانس غير التيتاني. التيتاني اللي هو خدته في الفسيولوجي بتاع نقص الكالسيوم. لا التيتانوس ده مرض انفكشن بهذا الاورجانيزم. اهو ده منظر مميز جدا وعلينا في العمل. طيب انا ما بحبش ازعلكم برضه هيبقى ده اخر حاجه في حصتنا.